اللي احنا شفناه النهارده واللي اتعمل ده هو جهد الدولة المصرية وجهد وزارة النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمة، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول الاثنين تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجه تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش اقدر. ما كنتش اقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمه مواطنيها ثم لخدمه الحركه بتاعه دوله عايزه تنمو ل 106 مليون دلوقتي يمكن اكتر. ازاي هنقدر نعمل ده واحنا الضروريات والاساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمه مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص. فكان لابد ان احنا ننفق الانفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي على ان يعني هل الوقت كان ممكن يبقى اطول من كده؟ انت قلت مثالين ثلاثه على التكلفه الماليه، ان احنا كان كل وقت بنقعده التكلفه الماليه ممكن بتزيد، مش على قد التكلفه الماليه عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا انا بنتكلم على ان الاسعار العالميه تقريبا اتضاعفت. يعني الحاجه اللي كانت بتيجي ب 2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت باربعه وشويه. طب انا النهارده لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني ب 200 مليون في 4 يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا بس بقول الكلام ده لينا ان احنا ممكن اكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن انا باكده ان هي ثوابت في ادارتنا للعمل، ثوابت في ادارتنا لعملنا، انك انت تعمل دوله هذه الدوله قادره على النمو لتجابه حياه الناس في مصر. حياه الناس في مصر انت بتتكلم في 106 مليون عايشين على شريحه صغيره كانت وبخدماتها. الشريحه صغيره وخدماتها صعبه وده تعبير مهذب جدا. ولو النهارده نتكلم على مش عارف كان ده ممكن يبقى نحطه ولا لا، ان احنا نجيب حال السكه الحديد في مصر سواء كان محطات او خطوط او وحدات، احنا بنتكلم على ان القطاع كله اهمل واهمل. ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت ظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش. ودي ثالث مرة بقولها، ثالث مرة بقولها. اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه، لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى ولا حتى لابنائنا، يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا.